يعني انا برضو من الناس اللي ما زلت عندي ايمان جدا 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 باللي جاي، وما زلت عندي ثقه كبيره جدا بفريقنا، وما زلت مؤمنه ان كره القدم ما لهاش كبير، وفي نفس الوقت لما يبقى عندك ظروف استثنائيه برضو دي لازم ان انت تاخدها في الحسبان. احنا مش هنقدر النهارده نطلع ونقول احنا عندنا يعني روح انهزاميه او ان احنا عندنا حزن شديد. اكيد اكيد كنا نقدر ان احنا نوصل، اكيد كنا نقدر ان احنا نفرح، واكيد الاهلي هو اللي عودنا وهو اللي ادانا الثقه دي، ولكن مفيش أي مشكلة، إحنا متفاهمين. ولو حضراتكم امبارح تشوفوا المشهد في المدرجات، وهنتكلم بالتفصيل على مدار الحلقة في كل النقاط دي، هتلاقي قد إيه كان، ولو حتى عدد الجماهير يعني كانت قليلة. أنا هتكلم على الجماهير المصرية، مفيش حاجة اسمها الجماهير الأهلاوية، طالما في نادي بيمثل مصر مفيش حاجة اسمها جماهير هذا النادي، في حاجة اسمها جماهير مصر. قد إيه جماهير مصر ولو حتى كانت قليلة في المدرجات، ولكن كان هتاف شديد، كان دعم كبير لآخر دقائق، كان في إيمان بالأهلي. على كل حال النتيجة زي ما حضراتكم شايفين يمكن ربما ما كانتش اللي احنا كنا نأملها أو منتظرينها أو إن احنا الأهلي معودنا عليها، ولكن برضو في تفاصيل كتير هنرجع عليها هي ربما تكون عامل كبير برضو من اللي احنا وصلنا له. في إخفاقات، أكيد في إخفاقات، في حاجات كان ممكن إن هي لو اتبدلت يعني الأداء يتحسن أكيد، ولكن في الأول وفي الآخر ما فيش مشكلة، لسه عندنا كتير جدا وكتير جدا الاهلي، وزي ما هو معودنا هو ممكن يكون بيتعثر لكن بيعوض. يعني الاهلي دايما ليه بنقول عليه فعلا نادي رقم واحد؟ لان هو حتى لو تعثر في ماتش في اتنين في بطوله ما بيسيبهاش ويعدي، بيعوضها على طول. ده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي.